السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 10 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. بداية وعلى إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، تعيش الجزائر ابتداء من اليوم الخميس الموافق للثاني عشر أوت تعيش حدادا وطنيا لمدة 3 أيام، والذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا تضمنية منها. شرع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في زيارة إلى ولاية تيزي وزو لتفقد الأوضاع إثر الحرائق التي مست الولاية، ويقف عند حجم الخسائر وظروف التكفل بالمتضررين. ويرافق أيمن بن عبد الرحمن في هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني. الزيارة استهلت من مديرية الحماية المدنية، حيث اطلع على الجهود المبذولة لإخماد الحرائق. وبمناسبة قدم الوزير الأول وزير المالية التعازي لعائلات الضحايا، مؤكدا الالتزام القوي للدولة في التكفل بجميع المتضررين، وأن عملية جرد الخسائر ستبدأ اليوم دون انتظار إخماد جميع الحرائق، والتعويضات ستكون في أقرب الأجل. الوزير الأول وزير المالية كشف أيضا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرر تخصيص ميزانية خاصة وبرنامجا استعجاليا خاصا بالمناطق المتضررة، مؤكدا أن الجزائر ستنتصر على أعدائها وأن الحياة ستعود إلى طبيعتها رغم كيد الحاقدين. الوزير الأول يجدد التأكيد أن التحقيقات أثبتت الفعل الإجرامي وراء اندلاع هذه الحرائق. تفاصيل الزيارة ترقبوها في موعدنا الإخبارية اللاحقة بحول الله. في موضوع آخر، توصلت الجزائر إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإخماد الحرائق، كانتا قيد الاستغلال في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان. وسيتم وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءا من اليوم في الولايات التي نشبت فيها حرائق غابية، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم لإطفاء هذه الحرائق. في النشاط العسكري، قام السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس قام بزيارة ميدانية إلى المفارز العسكرية المشاركة في عمليات إطفاء الحرائق المتواجدة بكل من فريحة بولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، وبأدكار بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة. فبالكتيبة الثامنة مشاة خفيفة المتواجدة بفريحة بولاية تيزي وزو، وقف السيد الفريق دقيقة صمت على أرواح الشهداء الواجب الوطنية، ليخاطب بعدها أفراد هذه الوحدات بكلمة تحفيزية أشاد خلالها بالعمل البطولي لكل العسكريين المشاركين في هذه العملية الإنسانية، ونقل إلى الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العملية الإنسانية تحياتي تقديري وتشجيعي السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. كما جدد السيد والفريق تعازيه القلبية الخالصة إلى زملائي وأهالي وعائلات شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا في سبيل إنقاذ أرواح المواطنين الأبرياء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وحثا الجميع على مواصلة العمل لأداء هذا الواجب الإنساني النبيل.
وعقب ذلك وبمفرزة تابعة للكتيبة الرابعة للمشاة الخفيفة المتواجدة بأدكا بولاية بجاية، وقف السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا باللواء نور الدين حنبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة، وقف على التشكيل العملياتي لهذه الوحدات وعلى ظروف عملها مسديا لأفرادها جملة من التوجيهات. على إثر الفاجعة التي ألمت ببلادنا هذه الأيام جراء الحرائق المهولة والتي أدت إلى إزهاق الأرواح والأنفس وإتلاف مقدرات الأمة، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلم كافة المواطنين أنه ستقام صلاة الغائب على أرواح الشهداء من المواطنين وأفراد الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا نحبهم في هذه المحنة، وذلك غدا بعد صلاة الجمعة. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد الآن والتي تعرف انخفاضا ملموسا هذه الأيام، حيث تم تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة، فيما تمثل 675 مريضا للشفاء، وهذا خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشف عنه بيان لوزارة الصحة. أعطيت إشارة انطلاق القافلة التحسيسية لمجابهة كوفيد 19 بمشاركة مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن والتنسيقي مع مصالح الحماية المدنية والقطاع الطبي لمناطق الظل الحدودية بولاية النعامة، والتي لقيت وعي والتزام بضرورة التلقيح لحمايتهم من الوباء. روبورتاج مصطفى بجاوي. أعطيت اليوم بولاية النعامة إشارة انطلاق القافلة التحسيسية من قبل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وبالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وكذا القطاع الصحي لمجابهة فيروس كورونا بمناطق الظل لبلدية القصدير الحدودية، وحث السكان على ضرورة التلقيح. ولهذا سطرنا برنامج سيجوب مناطق الظل وكذلك المناطق الريف من أجل تلقيح مواطني هذه المناطق. بعد ما تقاموا الخلايا الجوارية بتحسيس المواطنين بضرورة التلقيح وخطورة هذا الفيروس، الحمد لله لقينا وجدنا استجابة. العملية لقيت استحسانا وتجاوبا من قبل ساكنة القرى بضرورة التلقيح لحماية أنفسهم من فيروس كوفيد 19. والتلقيح هذا نتاع الكوفيد هو الحل نتاع الحماية اللي يحمينا ويحمي أولادنا والشواب نتاعنا، والحمد لله نشكر الدولة على المجهودات الجبارة هذه اللي قايمين معانا الطبة والفراملة وهذه كثر خيرهم اللي حسون على هذا المرض. وجابونا الفاكسه هنا ورانا بعاد والحمد لله الناس قاعد تجي الفاكسه كاع. راه كاينه استجابه تاع المواطنين في المناطق المعزوله المناطق الحدوديه، الحمد لله راه كاينه الفاكسه كاين استجابه الناس دارت الفاكسه. ويبقى التلقيح الحل الامثل لمكافحه فيروس كورونا عبر قرى وبلديات ولايه النعامه بعدما عرفت ارتفاعا في عدد الاصابات. مصنع إنتاج الجرانيت والرخام بولاية تمرست ورغم الجائحة إلا أنه يضمن قدرة إنتاجية تقدر ب 900 متر مربع يوميا، وطموح كبير في توسيع المصنع والتوجه نحو التصدير، تقول الزميلة نسمة يعقوبية. نحن هنا بأتول، موقع خاص باستخراج الجرانيت والرخام، وهو من بين أكثر من 20 موقعا متضمنا لأجود أنواع الجرانيت بولاية تمنراست. كمية استخراج المادة فيها يعني المستغلة ماهيش المادة اللي نخرجوها كاملة تقريبا 25% ماكسيموم. المحجرة حاليا راهي ماهيش تخدم كما نقولوا احنا بينكم الفور، انا يا ربي زوج ثلاث عباد لهنا ماكسيموم. علاش؟ لانه اول مشكل عندنا هو لو كونسومابل، يعني الماده اللي نحتاجوها باش تقص الحجر، هذه كلها نجيبوها من الخارج وللدرك كل شيء مقفول. وهي الماده الاوليه والطبيعيه التي تحول بعدها الى اربعه انواع من الرخام بهذا المصنع الذي يضمن منذ انشائه عام 2017 قدرة إنتاجية تقدر ب 900 متر مربع يوميا. جينا باليوزين هذه
كانت بروغرامية 10 مرات اليوزين هذه، ولكن كلنا ما نجموش نديرهم لانه هنا الكميه صافي لي كاباسيتي نتاعهم تاع صون الغاز ما تكفيش باش تعطينا 20 ميجا وات. عندنا منتوجنا اللي قادرين غدوه كون يعني تتحل بربي تروح الازمه هذه وتتحل ونخدموها فريمون يعني كما نقولوا ماكسيموم 100% نجموا نروحوا حتى للتصدير. جودة ونوعية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وآفاق مفتوحة نحو التصدير، والأهم تقليص فاتورة استيراد هذه المادة. دوليا وفي ملف الشرق الأوسط، ورغم الإجماع الدولي الرافض لسياسات الاستيطان الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية دون وجه حق، تستعد حكومة الاحتلال بقيادة اليميني المتطرف نفتالي بنيت للمصادقة على مشروع استيطاني جديد يقضي ببناء نحو 2200 وحدة سكنية شمال وجنوبي الضفة الغربية. يحدث هذا في ظل رفض أوروبي وحتى أمريكي لسياسات الاستيطان الإسرائيلية التي تتعارض مع لوائح الأمم المتحدة وبالأساس اتفاقية جنيف الرابعة. في الشأن الأفغاني، وأمام زحف قوات طالبان على المدن الأفغانية والاستيلائها على عواصم 9 ولايات في أقل من أسبوع، قرر الرئيس أشرف غاني أمس إقالة قائد الجيش الأفغاني، كما أعلن عن فتح مركز جديد للعمليات ضد مسلحي طالبان شمالي البلاد، وهذا خلال زيارته لمدينة مزار الشريف التي تحاصرها طالبان منذ أيام. إلى ذلك قالت واشنطن أنه ورغم التقدم الذي تحرزه طالبان في الميدان، فإن ذلك لن يمنعها من سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الموعد المحدد، أي بعد مرور أسابيع قليلة فقط. في النيجر، قتل 15 مدنيا في هجوم شنه مسلحون في منطقة باني بانغو غربي البلاد. الهجوم الذي خلف إصابة شخصين آخرين استهدف حقلا للمزارعين بالمنطقة التابعة لإقليم تيلابيري المتاخم للحدود مع مالي، حيث تتهم السلطات الجماعات المسلحة العاملة تحت راية تنظيم الدولة بالوقوف وراءها. في موضوع آخر وبخصوص كوفيد-19 عبر العالم، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيتم اختبار 3 لقاحات جديدة لمجابهة الجائحة. إلى ذلك قال المرشد الأعلى آية الله خامنئي أن تسريع حملات التلقيح ضد الفيروس أولوية ملحة في إيران التي سجلت أعلى نسبة من الإصابات في الشرق الأوسط. هذا وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية أن عدد الحالات المؤكدة بكوفيد-19 في إفريقيا قد تجاوز 7 ملايين، ويتصدر جنوب القارة المناطق الأكثر تضررا بالفيروس. وفي حرائق الغابات، تسببت موجة الحرائق التي ضربت جنوب إيطاليا في التهام وإتلاف أكثر من 40 كيلومترا، خاصة في جزيرة صقلية، حيث تهدد الحرائق محمية طبيعية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وتظهر هذه الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية الأثار التي تركتها النيران بجنوب إيطاليا. هذا وتواجه إيطاليا درجات حرارة غير مسبوقة قد تصل إلى 50 درجة، وصل تأثيرها إلى العاصمة روما. وفي روسيا، تحطمت مروحية كانت تقل 16 شخصا بينهم 13 سائحا هذا الصباح وسط بحيرة تقع بشبه جزيرة كام تشكا بأقصى الشرق الروسية. الحادث شهد نجاة 8 من ركاب الطائرة، فيما لا تزال عملية البحث والإنقاذ متواصلة. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الاستقلال أمانة الشهداء في أعناقنا، وعدنا وقسمنا أن ندافع عن الجزائر في كل الظروف. عهدنا وفاء أبدي لثورة نوفمبر، إخلاصنا خالص للجزائر. تحصلت على شهادة البكالوريا وتريد الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي لتصبح ضابطاً في القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوية عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، المديريات والمصالح المركزية. سجل عبر الموقع الإلكتروني preinscription.mdm.dz.